على الفرد على شفتي شريكي كي ضليتك تنقي على جبران باسيل لاخر شي بيضة. كي بشو بيضة؟ كيف بشو بيضة؟ رخص تنكة البنزين 5000 ليرة. اي وشو يعني؟ كيف شو يعني؟ هلا كل العالم رح ترتاح بمصروف البنزين. مش مزبوط. كيف مش مزبوط؟ لانه لو رخصها 10000 او 20 ليفر او 30 ليفر ما في حدا رح يرتاح. ليه بقى؟ لانه مفروض يرخص البنزين مش تنكة البنزين. شو السيارة بتمشي على التناك؟